التعليمات الاستخباراتية الخاطئة وشهدت عمليات غير دقيقة لإطلاق صواريخ ما أدى لمقتل آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال. بموجب القانون الشفافية واستنادا إلى أكثر من 1000 تقرير من البنتاغون، شن الجيش الأمريكي في السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 50,000 غارة جوية في أفغانستان والعراق وسوريا، وشارك بمقتل حوالي 1,500 مدني في هذا يشكل ضربة لصورة الحرب المعروفة. وزارة الخارجية العربية واشنطن. أصدر رئيس الاتحاد الثاني طالبان خاني بردين أحمدوز تعليمات لرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإجراء انتخابات الرئاسية الشهر القادم. وقال أحمدوز أن أعضاء البرلمان إذا كانوا يؤيدون بشكل عام السماح في الانتخابات المركزية في البلاد وفي إدارة الدولة